الله عز وجل حين قال أولم يكفيهم، شوف سبحان الله، الآن الله يمن على خلقه أجمعين بقضية، يقول أولم يكفهم. وأنا أسأل أحبة الفضلاء ومشايخنا الفضلاء، لو أنا أعطيت واحد منكم الآن اليوم شيك ب5 مليار، وبكرة شيك ب1000 ريال، وبعد شيك بريال، إذا جيت بأمن عليه هل تظنون أني أقول أولم يكفك أني أعطيتك ريال، ولا بقول له أولم يكفك إيش أني أعطيتك كم؟ 5 مليار، صح؟ سأذكر أعظم نعمة، والله جل جلاله ذكر أعظم نعمة، بل هي النعمة التي أمرنا الله عز وجل أن نفرح بها. الله ما أمرنا أن نفرح بشيء، بل هناك فرح مذموم وهناك فرح محمود، والفرح المحمود الذي ذكر في القرآن ذكر للشهداء فرحين، ذكر صفة وحالهم، لكن هناك أمر أمر الله أن تفرح به، إذا بتفرح افرح هنا. الله عز وجل يقول أولم يكفهم أن، سبحانه، أن إيش؟ أني أعطيت عيون؟ لا، حتى لو كنت أعمى وعندك هذه النعمة والله أنت أسعد الخلق فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض. طب أولم يكفهم أن أعطيناهم أقدام وغيرهم معاق؟ لا والله أعظم، حتى لو كنت مو معاق، لو كنت اجتمعت عليك الأسقام والأورام وقطع الأيادي والأقدام والصمم وكل المصائب وأعطاك الله هذه النعمة، والله أنت أسعد الخلق في الدور كلها. إيش النعمة هذه؟ أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. واحد يقول وهذه هي النعمة؟ لا تصف العسل لمن ليس له لسان. ماذا قال بعدها؟ أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الله سبحانه يعلم أن هناك من يقرأ الكتاب وهم ركزوا شوي، يقول طيب وش فيها النعمة هذه؟ قال إن في ذلك، تظنها سهلة؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لمن؟ ما قال للناس، قال لقوم يؤمنون.